مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية مرة في ماجلة 9:30. رحلة مكملة يواصل قيادة الفريق فيها برنس منصب بن سعيد، نجم الشباب المتألق رامي راميريز، أوبرا العرب خبيرة الفن والفنانين والإعلاميين سندريلا وميمة العياري، صوت الثورة بامتياز يلتحق بينا المحامي الذي قال لي لفرع المحامي طارق العليمي، ونجم اليسار في هذا البرنامج وصوت الثورة تسفيقها مراد زغيدي، بولباب البشاري واحد من الناس اللي منورينا في فرنسا، يعيش في فرنسا ويخدم غادي، دونك سعود جدا انه هو قاعد يسمع فينا توا خاطر جاني من عنده رساله، دونك فرحان برشا اللي تسمع فينا بولبابه، وربي معاك والله المستعان صديقي. سلموا عليه برشا وسلموا على كل الناس اللي تسمع فينا في كامل بقاع العالم، الحديث على تقريبا 1.5 مليار مستمع يوميا على كامل الكره الارضيه تبع في هذا البرنامج. 300 مليون صحيت رامي عمرك ما تعكسني الصحيحه اللي انت ماشي فيها. تو سويت فقره الدعابه، تو باش نضحكوا، تو باش نفلكوا، تو باش نعملوا جو مع رامي في الرادار. غدا البارح الجو كان سخون برشا في البلاد، خاصة في باردو في المجلس وقدام المجلس، مظاهرات البرة وجلسة مصادقة على التحوير الوزاري الداخل، الناس الكل استرسي، الناس الكل على عصابها، الناس الكل تكحر لبعضها، ورئيس الحكومة هشام المشيشي والله لولا هنا يا ودي في عالم آخر جملة. ما ينفعكش يا سيد رئيس الحكومة، ومن فضلك نحكي معك اتنحي من يدك الفيسبوك متاعك وتقابلنا بالنواب احترام اللي هم كيف يحكيوا معك. وزايد وقت لي أنا باش نتكلم والسيد رئيس الحكومة اللي ماذا بيه يسمع يلعب بالبورتابل متاعه، ولذلك اسمح فيه الكلمة. يا ودي صار فيه البارح طرح كاندي كراش، سيف الطرح كاندي كراش سيب هو الحق تاع ربي، يا ودي عمل فيه مصباح ويفر، قال لك هو يلعب وجاو قالوا له مبروك يا سي هشام حكومتك صادقوا عليه، قال له مش مشكلة الحكومة يا ودي عندك شي فيه نحب نعاودو الطرح مرجني بتهزر يا ابني، هي زريبة حبيبي هي زريبة دي. بون هو تحب الرسمي رئيس الحكومة تلاقيه في التليفون وما سمعش النواب باش يحكي، وهو اللي خسر يا ودي، كيفاش ينجم ما يسمعش الحكام مذومة القيم العبر اللي تقالت في المجلس اللهم صلي على النبي يا ودي، فلسفة ناس عميقة. وانا نعتقد وانه الكلمة بتاعت تشرشل العدل واساس العمران، وقال انا نخسر الحرب شرشل مش محمد عليك لاي قالها، لا بلا يزيد ثبت يطلعش نيلسون مانديلا، لا صحيح كلمك صحيح، نيلسون قال من جد وجد منظر حسد، لا فهمك هاي كلمك صحيح يا ودي، ابن خلدون يا ودي، يا ودي الرجل قال لك متحلف فيك والله كما جاش سيمين راه هبط لك يا ودي، وهو بكتابه يبدا يلتخفيك من بعيد يا ودي، صلي على النبي هذيك ابن خلدون قال هذيك، والله ما سمعتك الكلمه بتاع تشرشل، والله غريب انا مش فاهم كيفاش النواب نتاعنا هكا في الثقافه على عكس الشعب التونسي تماما، احنا الحمد لله يا ربي فتنا مرحله مثقفين ودخلنا في مرحله نخلق في معلومات جديده، الله 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 عليك ما وينك يا ودي سمعني يا بابا. ثلاثه مشاهير اسمهم هادي، هادي زعيم، هادي زعيم بتاع الكوره، وهادي شاكر. لحظه مشهور بالهي شكون؟ هادي زعيم بتاع الكوره، هادي زعيم بتاع الكوره، شنو هي هادي زعيم جوكير هذا يتحط في البلايص الكل، هادي زعيم بتاع الكوره، هادي زعيم بتاع الراب، هادي زعيم بتاع الباليه كيكه لصقوا في كل بلاصه، لا 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 مش هك اسمعني، هو بطبيعته هذايا مش ثقافه، راه حكيت لسامي مش ثقافه هذايا كمان، باه ترى خلي خنجربوا في الجغرافيا، جرب لي الشعب التونسي في الجغرافيا. ثلاثه ولايات في امريكا، نيويورك، مكسيك، يوسف يا اخي غاديك ما تحركش، كيما انت عاود لي تراه قلت لي ولايه في امريكا، مكسيك لا نفهم فيك، اي ولايه في امريكا بيان سور معروفه بجنب هولندا تلقاها، هاي حتى هولندا تبع امريكا نعرف كلام هذايا، المكسيك تبع امريكا، اليابان تبع الصين، ايطاليا تبع فرنسا معروفه يا ودي، زعما قواعد في الجغرافيا يا ودي، الخريطه شربها شربين انا. برافو تحية قفلة حلوة، وهي الأغنية الصباحية المفضلة صديقنا برهان، سلموا عليه تشوفوه اليوم في على قناة التاسعة هذه آخرتها 9:45 مع لطفي العميري ومراد الزغيدي. شكون عندكم ضيوف اليوم مراد؟ اليوم عندنا نايب مصطفى بن أحمد رئيس كتلة تحية تونس، ولكن مش يجي خاطر كتب كتابه فات، باش نحكيو كذلك مع الكوليكتيف لتحرير القنب الهندي، مع حزب الورق، لا مش مع حزب الورقه، مع باش تحكيو في الموضوع هذا، مع وسيكون معنا نور الدين البيجي باش نحكيو على مهرجان الاغنيه، نور الدين البيجي وشكري بوزيان،
شكري بوزين. 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 شكري